ايش خلينا ناخذ لقطات للوحه بس. التاجر كيف بيتلوم الناس في حالة ان التاجر ما تلتمش التاجر يلتم تلتم الدولة. الدولة ما وفرتناش اي مصدر للاعلاف، الاعلاف قاعدة ناخذ فيها باسعار يعتبر مهما تحسبها تكلفة الحولي او الشاه او شيء، مهما يكون لما يجي العيد تقريبا نقول لك انت كلمة اللي يقولوا فيه احنا والحق سوا، يعني الاعلاف قاعدة غالية مهما يكون مهما تحسب، يعني ب 140 وب 150 وب 170 يعني تعتبر فترة بسيطة، هذه نزل شوي لكن الفترة اللي قبلها راهو واصل ارقام خيالية 200 و220 مهما. والحولية ولا تو الناس ما مستهينة بحاجة اسمها اكل الحولي، الحولي راهو ياكل في رقم خيالي حتى في الشهر، راه كيف حولي كيف نعجة، يعني التكلفة ماهيش بسيطة باش ان التاجر ان يتنازل في يوم وليلة، يعني يقول لك الحولي مكلف 13 14 بيحل لك بلف ولا 1100، ما هناكش الكلام هذا. هو الحولي في مشتراه اصلا من صاحب الغنم او المربي ولا شيء، ان الحولي في حوالي سنة انباع بلف 1100، حط عليه تكلفة 6 شهور 7 شهور من العلف حوالي 700 800 دينار، يعني الحولي يوصل ل 2000 دينار الحولي الباهي. يعني كيف بتلوم على التاجر انه بياخذ حولي ما بيا خسر؟ الدولة هي اللي مساهمة في الشيء هذا، لان ما صارش دعم للعلف، لو في دعم للعلف ما يوصلش حولي كيف هذا ولا كيف ذاك معطيه 2000 دينار. لو كانت التكلفة بسيطة ما يفوتش حولي حق 12 13 ما وين يكن. والله الاقبال حاليا لحد الان قاعد معقول نوعا ما، يعني ماهوش الاقبال يعني نتاع السنين اللي فاتت، لكن في نفس الوقت الناس اول حاجه قاعد السيوله غايبه شوي، وفي نفس الوقت الناس قاعده ما هي متخوفه من وضع السوق، يعني ماهيش فاهمه شيء لحد الان، لان الاسعار السنه ماهيش تعتبر فيها الهون عن السنين اللي فاتت. يعني تو حاليا يعني لما تجي لي تقول لي انت الناس اللي شوخت على وجود الاسباني، يعني تو في سوق بالذات في سوق بن وليد هناي من 800 900 تضحي، لا عندي 2000 2500 كيف ما تحب انت. يعني دول الناس تقول لك الاضحيه ماهيش موجود، ما فيش ضحيه ب 900 ب 800 ب 1000 جنيه، لا موجوده، لكن انت لما تسال تحكي على مواصفات معينه تبيهن وتبيهن ب 1000 و800 جنيه هذا ما هناكش، لكن انت باش تضحي موجود، اشهد بالله انه موجوده والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربي يسهل الحال. بالنسبه لي بن وليد هذه يعني شنو؟ الاعلاف نار مدشوشه، والحوالي هذين ياخذوا فين من بدايتهم غالي غلا، الحولي من بدايته ياخذوا فيه ب 12 وبيقعدوا يصبوا عليه 6 شهور ولا 7 شهور مكلفه 2000 ولا 2100. وهذا اللي بقول لك انا، والسيوله مره يعني جهه مسؤوله يا ودي ما نكش اكثر حاجه، والناس تترمى على المصارف، والله اسمع العرق خطير من السماء، ما عندناش الكلام هذا الشيء قبل ليبيا، ما عندناش الكلام هذا، يجب السيوله توفر، والسعي اي من السعي، السعي الطرفيه ده ما جابوه، مرينا المستورد ما جابوه، وهذا الكلام هذا كلام يعني الاضاحي شو بنقول لك؟ الاضاحي من 800 حتى لل 1200 ل 1500، المواطن شنو المواطن؟ والله في اللي مسكين الله غالب، في اللي والله ما عنده حتى 300 جنيه ولا 400 جنيه، وين بيفرقهم؟ بيفرقهم على السلعه التموينيه نار مدشوشه، وين بتمشي؟ والله حتى السمين حتى اللي حالته كويسه نقول لك الحقيقه بتطق فيه العزة على اساس هذا كان قاعد ليبي على الوضع هذا، حتى اللي غني بيصبح فقير. ما يلتمش التاجر، ما يلتمش، اسمع هذا موم، هذا شنو؟ هذا مربي وبعدين يديروا في شيء، تو قالوا الشعير جاي نزل المده اللي فاتت 120، اليوم يعني ب 124 ماشي متهيئ للزياده، وبعدين الاعلاف هذين جابوهن تو عباره بيطيح المواسم بهن، الناس اللي رقات الرياح هذه اللي دايرين المزارع في سبعة وفي بيحط مشاير، فما وممكن نضم تاجر واحد
وطبعا الناس تريق. وهذا اللي هذا اللي جاري في بلادنا. ما هناكش اشتريها الله غالب. الناس ما عندهاش فلوس، ما عندهاش، قاعده متوقفه، ما عندهاش باش تشري. وين موزعها؟ للمواد الغذائيه، للاعلاف السعي، ترى قول لي وين موزعها؟ للدواء. ولكن الحمد لله ربي رزقه اكثر من عباده. ويلم الله شمل ليبيا، وحد الله كلمه، وحد الله على كلمه سواء.